شكرا معلقنا دكتور مروان صالح اذا انتهت المباراه بفوز نادي الزمالك 3-1 في المباراه الاولى لسلسله مباريات نهائي الكاس برجع لضيفي كابتن محمود رؤوف اللي برحب بيه للمره الثانيه يا كابتن اهلا بيك طبعا اكيد النهارده هارد لك نادي الاهلي يعني ابتدينا بدايه قويه في الشوط الاول او في الـ في, الـ في الجيم او الشوط الاول وبعد كده الاداء تبين حبه فوق وحبه تحت كان ايه السبب وجهه وجهه حضرتك يا كابتن طبعا يا كابتن عيسى هارد لك طبعا لفريق النادي الاهلي واكيد لسه يعني بكره ان شاء الله نقدر نعوض ونتدارك اخطاء النهارده يعني. انا شايف الاسباب الرئيسيه طبعا النهارده الارسال بتاعنا مش مؤثر مش مؤثر بتاتا يعني احنا في الجيم الاول الى حد ما كان عملنا ثلاثه سيرف يعني ايس خدنا اربع بلوكات ده اللي بيفرق ده اللي بيفرق الفريق ونوسعنا الفرق ونقدر ان احنا ايه نتفوق. من اول الشوط الثاني ارسلنا طبعا مستوى السيرف نزل ما بقاش السيرف مؤثر. وبالتالي حائط الصد مش قادر ان هو يقوم بدوره ويوقف هجوم الزمالك بالاضافه طبعا هم الزمالك كانوا موفقين جدا جدا في في الدفاع عن الملعب يعني قدموا رموا مميزه في الدفاع عن الملعب الولد المعد الصغير ياسين ياسين يعني برده فرق جدا مع الزمالك بدايه من الشوط الثاني محمد لعبه برده جايب 23 نقطه مش قادرين ان احنا نوقفه طبعا ده كتير فطبعا لازم نتدارك الاخطاء دي بكره لازم يعني نراجع طبعا اتجاهات لعبه ولازم نوقفه لان هو العنصر الاساسي في الضرب في نادي الزمالك زائد ان احنا لازم طبعا يعني السيرف يبقى لازم يبقى مؤثر اكتر من كده لازم الدفاع عن الملعب احنا يعني بنطلع بمعدل كورتين مثلا في الجيم نادي الزمالك بيطلع حوالي 6 او 7 كور في الجيم دفاع عن الملعب دفاع عن الملعب زيه زي حائط الصد بيخليك على طول طول ما السيرف معاك تكسر وتقدر ان انت يعني تفرق يعني بالاضافه طبعا بعض نجوم الفريق مش موفقين قوي في مهاره الضرب يعني نسبه التخليص بتاعنا مش مش عاليه يعني انا شايف ان الكره الاولانيه ما كانتش سيئه في النادي الاهلي كانت كويسه يعني قدرنا نوقف سيرف الزمالك ولكن ما بنخلصش الكوره يعني الكوره بترفع كتير معدل التخليص عندنا ما كانش عالي قوي فده ملخص يعني ال ال الواجهه عام للمباراه يعني طب كابتن يعني يمكن البدايه كانت موفقه كان فرق سكور كبير يمكن نقطه التحول وكان وجهه نظري واحنا بنتكلم اوف اير يعني هو الجيم الثاني الجيم الثاني كان مهم جدا ان النادي الاهلي يكسب الجيم ده لانه كان كده هيخش 2 0 وكان المواضيع هتتقلب بشكل كبير بالظبط آه يعني يمكن آه في النقاط الحاسمه اللي هي في اخر الجيم 2 يعني كان في بعض الاخطاء اللي اللي كانت او كان في بعض الامور لو خلصت بشكل احسن كان اكيد هتدينا الافضليه، شايف في الجيم الثاني بالاخص ايه اللي كان ممكن يدينا الافضليه كنا ممكن نكسبه؟ تمام. اول اول حاجه في الجيم الثاني واوضح حاجه احنا النادي الاهلي عمل 12 12 خطا مباشر في الجيم الثاني، 12 خطا مباشر، يعني انت اديت للخصم 12 نقطه بدون اي مجهود. ما بين رسالات في الشبكه ما بين ضرب يعني ضرب في الاوت سايد او في البلوك فده 12 خطا مباشر للنادي الاهلي في الجيم الثاني. حاجه تانية بالنسبه للارسال كان غير مؤثر بالمره في الجيم الثاني احنا خدنا بلوك واحد بس في الجيم الثاني كله. بتاع حسام بتاع حسام يوسف ولا بتاع حسام يوسف يعني. بالظبط التغييره آه. بتاع حسام يوسف. آه. فهي هنا احنا حاولنا طبعا كابتن ميدو حاول طبعا يعني في الجيم الثاني عملنا تغيير حسام عشان نزود حائط الصد عملنا تغيير قطب عشان نزود حائط الصد نزلنا محمد الحسيني في الخط آه. الخلفي. فطبعا الجهاز الفني حاول, حاول في الجيم الثاني ان هو يتدارك الاخطاء لكن طبعا كتير كتير 12 خطا في جيم صعب تعوضهم يعني مع طبعا زي ما قلت لحضرتك الزمالك لعيبه صغيرين عندهم حماس عالي بيحاولوا ان هم دايما احنا دخلناهم في الماتش في الجيم الثاني بالاخطاء الكتير اللي عملناها وبعد كده الماتش بيمشي بقى اللي هو السجال ما بين الفريقين يعني طيب شايف يعني السلسله بتبقى كده وارد تخسر اول مباراه وبعد كده تكسب انت كده كده عشان تفوز بال... 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 بسلسلة النهائي لازم تفوز في مباراتين، وات <applause> ايفر دول على بعض مباراه فاصل مباراه يعني في الاول والاخر الموضوع لسه في ايدك. طبعا شايف فرص تعويضنا بكره او فرص ان احنا يعني نخش في السلسله مره اخرى ونتعادل بكره ايه؟ طبعا اهم شيء الـ 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 يعني الدور بقى هنا دور الجهاز الفني ودور اللعيبه الكبيره في ان في سلسله البلاي اوف ما بيبقاش في وقت للـ للـ يعني مثلا انت في هزيمه النهارده مفاجاه مش متوقعه. يعني او تفرح بفوز يعني آه الاثنين واحد انت يعني لا تحبط من مباراه خسرتها ولا تفرح بفوز لان انت لسه ما حسمتش السلسله بالظبط يعني حتى لو احنا النهارده كنا الفوزنا كان لازم برضه نستعيد تركيزنا في اسرع وقت عشان هيبقى عندنا ماتش تاني بكره النهارده ربنا يعني يعني ما, ما توفقناش ان احنا نكسب المباراه لازم ده دور اللعيبه الكبيره طبعا وانا دي بقى دي من الحاجات الكويسه في فرقه النادي الاهلي طب انتوا لما كنت بتلعب معاهم يا كابتن وكنت بتعدوا بازمه زي دي او ظروف زي دي وانت ياما عشتها مع الفريق الاول كنت بتعملوا ايه؟ اول حاجه بتعملوها دلوقتي وانتوا راجعين الاوتيل كنت بتعملوا ايه؟ لازم طبعا كل يعني اللعيبه الكبيره ليها دور مهم جدا ان زي نوقف خلاص كلام عن المباراه اللي فاتت نتدارك الماتش الماتش كان ليه ظروفه واكيد احنا هنحلله فنيا كل حاجه في الاخر هنحللها فني نشوف احنا كنا كويسين في ايه ايه اللي محتاجين نركز عليه بكره آه، لازم اللعيبه الكبيره ليها دور في لم الفريق، الجهاز الفني طبعا لازم الـ الـ هنا بقى دور بقى كابتن ميدو طبعا برضه في لم الفريق مع الداتا فولي بول لازم الماتش يتحلل كويس جدا، نشوف ايه النقط الضعف اللي كانت موجوده عندنا طب شايف فرقتنا وجهدت النهارده يا كابتن؟ م... يعني برضه بتلعب ماتشين في اقل من 24 ساعه، والحقيقه انا يعني برضه عندي بس يعني كومنت صغير ان معاد المباراه الساعه 11 ده صعب، يعني كان الافضل من الاتحاد او لجنه المسابقات كانت تعمل تاتو ورابع يا اما بدري شويه وعشان ظروف الصيام كانت تعمله في يوم او تخلص سلسله التالت والرابع كده تبتدي في الاول والثاني انما المباراتين في نفس الوقت ده كده بصراحه حرام يعني المباراه النهارده خلصانه الساعه 2 وربع اهو واللعيبه قلنا توصل الاوتيل توصل 3 تتسحر تنام 4 5 الفجر نو واي انا مش على النادي الاهلي بس طبعا حتى فرقه نادي الزمالك الكلام ده مش طبيعي في الدنيا ابدا طبعا. ان فرقه تبقى راحة انها هتنام الساعه 5 الصبح عشان تلعب ثاني يوم جيم فاينل الكلام ده يعني الحقيقه كان لازم يتم دراسته بشكل جيد خاصه المباراه اللي قبلنا اتاخرت وانا بقول الكلام ده يعني ما ملوش علاقه بالمباراه او حاجه ده ليه علاقه بال يعني ب... 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 حتى بحقوق الانسان العاديه ان انت بني ادم انت حقوق اللاعب العاديه انت راجل محتاج تنام بدري فالنهارده لما لعيب يرجع من المباراه النهارده الساعه 3 الفجر طب انت هتلعب ازاي تاني يوم مباراه زي دي لا لجنه المسابقات جانبها التوفيق بشكل كبير جدا في اختيار مواعيد المباريات ولازم الموضوع ده يتدارك حتى على الاقل بكره انا يعني وجهه نظري انا طبعا يعني بشيل من حضرتك بس دي ده رايي أنه يعني صعب جدا ومحدش يقول ابدا ان في فرقه تخلص مباراه الساعه توصل قلت لي ساعات الفجر وعندها جيم تاني يوم فاينل صعب جدا طبعا ده, ده يعني اكيد اكيد كان المفروض الموضوع يتنظم اكتر من كده كان في حلول تانيه كان ممكن الماتش التاني يبقى في ملعب تاني التالت والرابع في يوم تاني زي ما حضرتك قلت بالظبط ف... تلاقي في ملعبين في حلول كتيره جدا بس نتمنى ان شاء الله انا ما بتكلمش على الاهلي بس والله انا بتكلم على فرقتين يعني صعب ان فريق رايح النهارده الساعه 4 الف... نووي بعد ما تخلص الماتش ده انا بقول لك اللعيبه بعد الصبح انت حضرتك كنت لعيبه عارف طبعا كسبان خسران الانفعالات النفسيه مع ان انت راجع متاخر هتنام الساعه 7 طب انت مطالب منه يصحى الساعه كام ويلعب كام ويعمل فيديو كونفرنس او يعملوا فيديو ميتنج كام الموضوع صعب جدا بالظبط احنا عندها من القدره ان هم يقدروا يريكفر اكيد دي بصورة. دي فرقه الاهلي مليانه خبرات وعندهم قدره ان شاء الله على وهو ده يعني هي دي فكره البلاي اوف ده دوري مش مش كاس مش ماتش والبطوله انتهت لا لسه في ماتش هيه. تاني وماتش تالت واحنا اعتقد ان يعني حته الاجهاد دي هتبقى في صالحنا مش ضدنا لان احنا يعني النهارده مثلا احنا انا شايف معظم اللعيبه شاركت الماتش اتوزع على الفرقه كلها انا شايف ان احنا عندنا دكه كويسه جدا نقدر ان احنا نستغلها ويعني لكن ده مش في صالح الزمالك، الزمالك يعني هو تقريبا ست لعيبه اللي شالوا المباراه كلها لكن زي ما بقول حضرتك احنا بكره بشويه تركيز بسيط جدا في لازم الارسال يبقى موجه لازم لو في لعيب مميز جدا الناحيه تانية لازم يبقى نركز نضغط عليه جدا في الارسال ونجهده في, في الارسال نهتم بحائط الصد ولازم ما في طبعا تنسيق بين حائط الصد والدفاع احنا اللي عندنا مميزه جدا في الديفنس آه لازم نفتح لهم مكان ونسيب لهم مكان يطلعوا ديفنس في ساعات في الفولي بول بيبقى خطا اشياء اللعيب بيبقى عايز ياخد كل حاجه مم. يعني هو طالع في البلوك مش بي... بيغير ايده مم. بيلعب لا طبعا في الناحيه وسيب ناحيه الدفاع بالظبط الحاجات دي محتاجين ان احنا طبعا الفرقه اكيد هتراجع الماتش أكيد. والجهاز أكيد. الفني إنه نتدارك الاخطاء دي وان شاء الله بكره نقدر ان احنا نعوض احنا عندنا فريق تقيل وخبراته عاليه وان شاء الله يقدر يتدارك الماتش ده ونقدر نفوز بالدوري ان شاء الله مش عارف يا كابتن لوجه نظر النهارده مباراه النهارده ما اعرفش حضرتك ولا لا احنا خسرناها منتال يعني اللعيبه بعد الجيم الثاني حسنا فصلت او حصل حاله من الديبريشن العالي جدا في الملعب فصلوا ما توقعوش انه ممكن يخسروا الجيم الثاني ما فاقوش غير بعد الماتش ما خلص انا رايي كده رايي ان ده اللي حصل احنا لان يعني الموضوع ملوش مبرر ولا تفسير غير انه حصل تشوك بناء عليه غبنا عن على التركيز ثلاث شوط بعديها طبعا وده وفي دور طبعا مع الاسف برضو انت عارف الكلام السائد اصل الزمالك السنه دي مش كويس اصل ادينا شفنا النهارده مع الزمالك ما فقدش كتير من من <تصحيح> من قوته آه، معظم اللعيبه موجوده زي ما هي آه، مش معنى ان احنا توفق... ان احنا كسبنا مباريات كتيرة لازم لاخر ماتش لاخر شوط لاخر نقطه تركيزنا ما يقلش لان دي يعني نادي الزمالك مليان لعيبه منتخب مصر لازم احنا نحافظ على تركيزنا لاخر دقيقه. وممكن يكون يعني دي يعني رب النافعه النهارده ان شاء الله ان احنا بقى ان يعني كان ممكن تيجي دي في نهايه افريقيا بالزبط. كانت تيجي في ماتش ملوش تعويض نعم على الاقل النهارده الحمد لله يعني ان الماتش ليه تعويض بكره ويعني انا متاكد ان شاء الله ان احنا فرقتنا بكره هتبقى بصوره مغايره وان شاء الله نقدر يعني نعدل النتيجه يعني كابتن محمود رؤوف بشكرك شكرا جزيلا قلت له شرفتي النهارده طبعا نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر السابق بشكرك على وجودك معانا النهارده كده ربنا يخليك يا كابتن شكرا اعزائي المشاهدين كده انتهت جولتنا النهارده واختم الجوله بكلمه واحده كلنا ثقه في رجال الماسترز ويا ما اتحطوا في مواقف زي دي واثبتوا ان هم قد المواقف دي وقدود كلنا ثقه ولا تهتز ابدا وان شاء الله بكره هنتقابل تاني على شاشه قناه النادي الاهلي باذن الله هنكون فايزين بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والى لقاء غدا باذن الله في جيم 2 في فاينل كاس مصر الكره